مساكم الله بالخير. اليوم حبيت أتكلم لكم على السريع عن موقع إلكتروني أنا وايد أحب أطلب منه، ومو أول مرة أتكلم عنه. هالموقع هو شيئاً. اللي يميز شيئاً إنه يومياً ينزل أكثر من 200 موديل خاص بملابس النساء وملابس الأطفال والرجال، وأكيد عندهم إكسسوارات وعندهم أدوات منزلية. تحملون التطبيق على طول، تفتحون البرنامج، فوق تطلع لكم لستة خيارات أو ملابس نسائية أو رجالية أو أطفال أو غيرها. دخلت لكم على قسم النساء، برويكم على السريع التيشيرت اللي أنا أخذته. في منه باللون الأصفر وفي منه باللون الأحمر اللي أنا أخذته، وخذت معه هذه هو، وخذت معه جاكيت أحمر، هذا اللي أنا أخذته وصورت فيه الصورة. سعره 4 دينار بس، والسايزة مثلا تختارون السايز اللي تبونه، مثلا اختار السايز اللي ابي وحطه add to bag. بعد ما تخلصون التسوق، حاليا انا برويكم على السريع بس انتو لكم الحرية انكم تدورون وتشوفون كل شيء عندهم على سعر. ادخل على حقيبة التسوق مالتي، حاليا فيها بس هالتيشيرت، اطق check out. بعد هالصفحة على طول راح تنقلني حق تأكيد الطلبية وشلون طريقة الدفع بتكون. قبلها إذا أنتوا ما كنتوا يعني مسويين أكاونت من قبل، بيطلب منكم أنكم تحطون عنوانكم والديرة ورقمكم، وإذا كان عندكم already أكاونت خلاص على طول تختارون طريقة الدفع. وفي خانة مهمة اللي هي خانة كوبون الخصم، الحين بتكلم لكم عنها أكثر. كوبون كود شلون تستخدمونه؟ وايد سهل، لمجرد انكم تشوفون هالكلمة تطقون عليها بتحولكم حق صفحة ثانية، فهالصفحة راح تكتبون الكود نفسه اللي هو ابرار 15، وعليكم بألف عافية 15% تخفيض على كل المنتجات والأغراض اللي راح تشترونها.